من فضلك شاهد الفيديو حتى النهاية لأن في إعلان مهم. امبارح انتشر مقال مهم جدا على موقع بنت الكوري بيوضح ان فرقة بلاك بينك هم قادة فرق الفتيات بدون منازع وممهدات الطريق لكل فرق الكيبوب، والأدلة اللي كانت موجودة في المقال ده قوية جدا. وخليني في البداية اوضح ازاي. من بداية ظهور بلاك بينك في عام 2016 بعت الفرقة 225 مليون نسخة من ألبوماتهم، وده شيء مفيش ولا فرقة قدرت تعمله غير بلاك بينك. كمان بعت بلاك بينك اكتر من 2.4 مليون تذكرة لجميع عروضهم في الجولات العالمية. كمان بلاك بينك هم اكتر فرقة فتيات مشاهدة على اليوتيوب حوالي 24 مليار فيو. كمان بلاك بينك هم اكتر فرقة فتيات استماع على سبوتيفاي حوالي 12.6 مليار ستريم. كمان بلاك بينك اكتر فرقة فتيات حصلت على جوائز حوالي 340 جايزة. وكمان اكتر فرقة فتيات حصلت على شهادات التقدير حوالي 74 شهادة. واخيرا بلاك بينك هم اكتر فرقة فتيات بحث على جوجل. وبالمعلومات دي تم تأكيد ان بلاك بينك هم فعلا افضل فرقة فتيات جت على وجه الارض. وعلى الناحيه التانية في يوم الثلاثاء اللي فات نشرت المغنيه المنفرده بيبي مقطع فيديو مع صور جديده بتعرض فيها الهديه اللي اخذتها من جيني عضوه بلاك بينك، وعلقت عليها شكرا لك جيني. وبالفيديو ظهرت بيبي وهي بتقرب بالراحه من دميه في صندوق الهدايا، وحتى انها اتفاجئت بعد ما حركت الدميه انها بتنور. مش كده بس، كمان بيبي شاركت الصوره لنفسها وهي مرتديه النظارات الشمسيه من هديه جيني. والشيء الحلو اكتر ان جيني تركت رساله لبيبي مع الهديه. وطبعا الجمهور الكوري يتفاعل مع المشاركة دي، واغلب التعليقات كانت بتطلب تعاون للنجمتين مع بعض. وللعلم في الوقت الحالي بيبي بتتمتع بشعبية كبيرة جدا لان اغنيتها بانيانج نجحت وكسرت الدنيا، ده غير انها احتلت عناوين كل الاخبار بعد ادائها الناجح جدا في مهرجان كوتشيلا 2024. وفي نهاية الفيديو حابة اوضح لكل البلينك اللي متابعني ان اخبار الفرقة بقت قليلة جدا، عشان كده انا بحاول اغطي اخبار بعض الفرق التانية. ولكن زي ما وضحت قبل كده اخبار بلاك بينك رقم واحد عندي في القناة، وشكرا جدا على دعمكم الجميل.